انا اسف جدا الاستدعاء جه فجاه مره واحده كده. ولا يهمك يا حسين بيه، اول ما كلمتني جيت لك على طول. هو انتوا لقيتوا رضوى ولا ايه؟ لا لسه بندور. انا كمان بدور، وطبعا لو لقيت حاجه هبلغ سيادتك فورا. ويا ترى هتلاقيها عن طريق وفي؟ انت عارفه وفي طبعا، الولد اللي شغال في مكتب لطفي عبود. شايف شغلك كويس. شكرا، دي شهاده اعتز بيها يا استاذه ماجده. ادينا بنحاول. وافي او غيره، كلها طرق بتوصلني لنفس الهدف. رضوى، مش جايز نطلع ظالمين رضوى. يمكن يكون في حد تاني قتل عصام الصياد. حضرتك شاكك في حد معين؟ هل كان عندك علم بالحكايه القديمه اللي حصلت ما بين لطفي عبود وعصام الصياد؟ لا، مش معقوله تكون شاكك في لطفي عبود. كنت تعرفي ولا لا يا استاذه ماجده؟ هو عصام عنده اعداء كتير. اجابه ذكيه، معناها انك كنت عارفه. طب الصبر يا فندم، اكمل بس كلامي. اتفضلي. محدش منهم عداوته توصلوا للقتل. والله دي مساله نسبيه، يعني كل واحد اضرب مقدار العداوه والكره اللي جواه وهل هيوصلوا لحد القتل ولا لا. ده غير ان لطفي ما اتاذاش من عصام مباشره، دي كانت قضيه وباظت. الله، يبقى كنت عارفه وساكته عشان ما نشتتش بعض. عارفه ايه تاني وما بتقوليش عليا يا استاذه ماجده؟ ويا ترى علاقتك بعصام الصياد فيها اسرار ولا لا؟ والاسرار دي اكيد جواها حل اللغز اللي مدوخنا وراه ده. هو سيادتك شاكك فيا انا كمان؟ والله ان جيتي للحق، انا الفتره الاخيره بقيت بشك في كل الناس. انما يعني فكره انه محامي يرتكب جريمه دي بتبقى صعبه شويه ان احنا نثبتها عليه، لانه المفروض انه شخص ضليع في القوانين والادله. انما هيقع هجيبه. طبعا انت عارفه ان انا بتكلم عن لطفي عبود ولا ايه؟ ايوه طبعا بنتكلم عن لطفي عبود، بس انا بصراحه مش شايفه الموضوع لغز يعني للدرجه دي، ولا روايه بوليسيه بندور فيها على الجاني. القاتل قدامنا وبصمته على سلاح الجريمه، خلصت. صح مظبوط، انا بقول كده برضو. انما يعني انا ساعات لما بقعد مع نفسي كده بفكر، وحابب طبعا اني اشرك حضرتك في التفكير ده لاني اكيد هستفيد. مش جايز يكون في حد عايز يورط رضوى في القضيه ويحولها لكبش فدا بدل القاتل، ويخلينا كلنا واقفين نتفرج. رضوى هي القاتل، متهمه كل الادله بتشاور عليه. ما تدوخش نفسك ارجوك. عموما انا لو عرفت اي حاجه عن المكان اللي هي مستخبيه فيه هبلغ سيادتك فورا. في حاجه تانية سيادتك؟ شكرا. طب استاذنك. نورتينا. شكرا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.